السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله. لو غنتقاسم معكم بزاف ديال الاشياء فيه كيف العاده. ومبروك علينا الشتيوه ومبروك علينا الرواء، الله يعطي لنا على قد النفع يا رب. صباح الجو بحال هكا، عرفتي الجو زويون هكداك بارد، وتوحشنا هاد الجو صراحه. الله توحشنا بزاف هاد الجو ديال الشتا، راه دابا مده ما شفناش حتى من قبل الصيف، حتى داز الصيف ومازال حنا داخلين في البرد. يلا هاد النهار كتاب باش طيح الشتا، الحمد لله. غنبدا معكم النهار ديالي بالحرشه. درت كحريشات صغار للفطور، كما كتعرفوا كاملين المهم حرشه ديال المقله عاديه. الا بغيتو نديرها لكم بالتفصيل ان شاء الله خلوها لي في التعليق ونديرها لكم. صافي انا بغيت نعطيكم غير فكره بالنسبه للصغار، هكا في المقله من الفران يعني كيجيو زوينين وكيجيو هشاش بزاف، حسن من ديال الفران كيجيو ناشفين. هنايا كما شفتوا راه صافي خلص، وبديت كنكور ونحط بحال هكا. كنت كنضربهم غير شويه هكا باش يهبطوا باش ما يجيوش غلاظ، وكتنقصوا عليهم العافيه تبقاو تقلبوهم واحد المده ديال 15 دقيقه باش كيطيبوا مزيان، باش ما كيتبقاش هذيك السميده خضراء. صافي غنستمر بحال هكذاك. هاد القياس هذا اللي درت ديال الزليفه ديال السميده عطاتني شي 8 ديال الحبات على ما اظن. وصافي وكانت هادي هي الحريشه ديالي، وجدات من بعد ما عطيتها الوقت مزيان حتى طابت مزيان وجات هشيشه، جات رطبه بزاف ولذيذه في نفس الوقت. صراحه كتجي زوينه هادي ديال المقله، بالنسبه لي انا احسن من ديال الفران، كتجي غزاله ماشي بحال ديال الفرن، كتجي زوينه بالزيتون. اما هكا العاديه ما كتعجبنيش بزاف في الفران، كتجي كتفرتت وكتجي ناشفه. هذه كما شفتوا هنايا هما طايبين محمرين وفي نفس الوقت هشاش. شفتوا هنا كانت باقا سخونه، باقا كي حيتها من المقله وبديت نوريها لكم. مهم رجعت زوينه بزاف، جربوها ان شاء الله. بالنسبه للمقادير هذا شويه سكر شويه الملحه وزليفه ديال السميده خماره واحده والزيت باش نخلط. وصافي هنا من بعد ما فطرنا وسالينا جيت نخوي تقضيه، حيت تقضيت من الحانوت البارح ما خويتهاش. كل حاجه دابا كنرد لبلاصتها باش تبقى عندي هكا واجده، يعني اي حاجه نحتاجها نلقاها في البواطه ديالها بلا ما نبقى نقلب عليها فينا هي. خديت شويه ديال الشعريه شويه ديال الرز، المهم داكشي ديال الحانوت راكم عارفين. وغنخويهم فهاد فادو كنت خديتهم واحد المره، لقيتهم بصدفه في السوق ب30 درهم كلهم، كاينين اربعه صغار وجوج كبار، هما كتكون مجموعه، ولكن هادو لقيتهم غير هكاك بوحدهم يعني ب30 درهم. قلت علاش لا ناخذهم نستغلهم. المهم جبتهم كنحط فيهم بحال هكذا، كندير فيهم اي حاجه بانت لي، خصوصا بحال هكا يعني كندير القطنيه ولا كندير فيهم الرز والشعريه بحال هكا كيجيو زوينين، تيبقاو زعما مزيانين. وفي نفس الوقت حطاهم ديكور لهم يكون عامرين بشي حاجه، ما يبقاوش محطوطين طين خاويين. هذا الشيء اللي كاين. صافي غنعمرهم كلهم، وحده بقات لي خاويه هي ديك الاولى درت فيها الخمارات حتى هما باش يبقاو هكاك مع السميده. ومع هنا خويت السميده اللي بقات لي من الحرشه حيت شط لي واحد شويه، خويته هنا باش يبقى مجموع. ما شفتوه هنا ودابا غندوزو للسداد الخاوي، ما فيهش السدار يعني ما وصلش، حيت كانوا السداده ديال البيت الاخر الصغير ورديتهم لهنا. وعاد كاين هاد جوج سداد هادو الكبار اللي طوال هكا، وبقى هاد القنت هذا ما وصلوش السداري، شاد شي شويه وصافي. وكاين هذا اللي وصلت للباب هو هذا بلاصتو، هذا اللي شاد شويه غنحاول نقطعو، ما عرفتش كيفاش غيخرج هادشي ولكن غنحاول نقطعو باش يدخل الاخر. وصافي غتشوفوا معايا شنو غندير في الاخر. المهم نتمنى ما يضيعوش حيت بصح بغيت غير يتقاد هاد البيت يولي هكا مصايب زعما مزيان. وصافي خليكم معايا نشوفوا شنو غنديروا. صافي هنا غنبدا نجمع نحي الطلامات ونخرج هادشي كامل، المهم نخرجو غير وسط الدار حيت كما عرفتوا كاينه الشتا، ما نقدرش ما نقدرش نشربهم برا، ما نقدرش نخرجهم برا يفزقوا. وغنبقى يعني غادا بحال هكا، حيت هاد الحصيرة هادي تا هي غير ستة وخليتها مخرجتهاش. وصافي غنبقى المهم بحال هكدا، غتشوفو معايا اش غندير. صراحة كنت شحال وانا مترددة على هاد السداري هذا اللي كنقول غنقصو، كنخاف نضيعو. المهم هنا باقا معرفتش كيفاش غيخرج، حتى تخليولي رأيكم. انا كيف شفتو كل واحد شاد بلاصتو، بقى غير هذاك اللي غيدخل في ديك البلاصه هو اللي ما كيجيش قد تما. ني شفتو
دابا بديت كنطراسي بالمنشار باش عاد نبدا نقطع. يعني بديت نطراسي بحال هكاك باش كل فين ما نجي، يعني فين ما نجي نقطع نلقى البلاصه موجده يعني متراسيه بلا ما نبقى عاد نشوف كل مره. صافي هنا حيدت هاد الاولى كتكون قاصحه شويه حيت غليظه، وغنبدا نقطع مازال. شفتو اهم حاجه باش تنقصو الصداري هي هاد القنت هادي. الا كانت هاد القنت مقاده ومقطعه يعني مقاده ما مايلاش، كانت تمشي لكم تقطعها كلها مزيانه. هنا شديت على القنت على الجدر ديال الخشبه الاخرى باش هكذا كيجيوني كلهم مقادين، باش ما يجيش حيت الا جات غير وحده خارجه يعني ما يدخلش الصداري، خصهم كلهم يجيو مقطعين بحال بحال. وصافي غنستمر بحال هكا حتى غنقطع هادو كاملين، وغتشوفوا معايا تشوفوا معايا شنو غندير. اهم حاجه اهم وحده ماشي هادو كلهم، اهم وحده هي هذاك الوجه ديال صداري، ديك الخشبه هي اللي ما خصهاش التعوج. هي هادي حطيت صداري هكا على صداري باش نتحكم فيها مزيان، وما نوصفش لكم شحال فرحت حيت ما مايلاش جات مقطعه زوينه، مقطعه مقاده بحال الا مقطعه هكا عند المعلم زعما ماشي غير بالمنشار، جات زوينه. عرفتي فرحت ملي لقيتها مقاده، ما كتبانش كاع الفرق، ما كيبانش كاع باللي تقطعات في الدار. ودابا هنا غنشوف واش الصداري ديالي هو هذا ولا مازال خصني نقصو. غنشد العبر هو الاول، عاد غنبدا نحك هادشي ونشطو ونقيه. المهم هنا حطيت الصداري ديالي وجا هو هذاك العبار، تيجا زوين، جا ما باينش كاع اللي قطعتو. وهذوك الخشبات اللي قطعت من طبيعه الحال عاود طرقت لهم المسامر باش ما يتحلوش، حيت نقص منهم وتزعوا من بلاصتهم خصهم يعاودوا يتقادوا. صافي هنا خديت الماء وجبيل والتيد المهم صابون زعما، وحكيت مزيان الارض كما شفتوا هنايا، حكيت مزيان واخا راه كاين البرد، ولكن بغيت صافي البيت خويتو خويتو، اللهم نحكو مزيان ونشفو مزيان عاود باش يبقى ليا نقي. وصافي هنا حيت هاد الصابون شللت نشفت، ما بغيتش نصور لكم زعما داكشي بالمراحل، هكا زربت الفيديو باش ما يجيكمش طويل ويجي ممل. وصافي هنا كملت حدا الباب، المهم صورت لكم غير هاد البيت هذا، اما الدار كلها بحال هكا سيقتها وحكيتها مزيان. وصافي وغنشف ونعاود نشلل بالماء نقي عاوتاني، ونعاود نكرط نشف ونخلي البيت ديالي ينشف على ما نسالي الدروج برا وكلشي يكون يعني ينشف وسهله، وغنرجع نفرش. صافي هنا دخلت هذيك الحصيره من بعد ما سته، وبديت كنفرش واش كنشد هكاك، وكنشد زعما العبار باش ما تجينيش هكا مايله، خصها تجي في الوسط. فرشتها غير بشويه تسنيت على الارض حتى نشفت ليا مزيان، وصافي بديت هكاك كنقاد. وهنايا غنكمل هذا الفيديو وغنمشي نطيب الغدا ديالي، تشهيت نصايب العدس بالخضره. صافي دابا ساليت حطيت كل حاجه لبلاصتها، بقاو لي الخوامي حتى نركبهم ان شاء الله. صافي وهذا الصداري هو هذا دخل في بلاصتو قدتو، ولاو القنات كلهم عامرين، ودابا هكا كيبان البيت مزيان وكيبان مقاد حسن من كيف كان. بالنسبه للعدس ديالي درت انا ثومه مقطعه بحال هكا صغيره، درت جوج دروس ديال الثومه، وغندير بصله كبيره اولا، هنا عندي بصله ونص يعني بصله واحده كبيره، جوج بطاطات وجوج خيزوات اللي منقيين من طبيعه الحال، وعندي هنا العدس واحد 250 غرام تقريبا ديال العدس، وعلى حسب نتوما ديروا عينكم ميزانكم، حتى الخضره على حسب اللي بغاها بزاف اللي بغا غير شويه. المهم انا غنقطع هذه الخضره هذه وغنكملوا الفيديو باش ما نطولش عليكم بزاف.
صافي انا درت ليه المغليان ورديته يطيب، وكان هذا هو العدس ديالي من بعد ما طاب. صراحة كيجي لذيذ بحال هكا بالخضراء. الا كان عندكم الحوت يكون احسن، يعني ترفقوه بالحوت، ما كانش يكفي ديروا شليضات او ديروا واحد البريد ديال اتاي، المهم راكم عارفين. وبسلام عليكم، نتمنى يعجبكم الفيديو، وإلا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا عندي وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.